كنا دايما قبل ما بنبدأ ان احنا ندخل المحضر الله كانت في دايما ترنيمة اتصورت بأذهاننا اللي هي أمبس معايا، وفضلت ثابتة بإن ليديا جديد هي اللي بترنم الترنيمة دي. بس لما جيت هنا وأنا ربطت الصوت مع الصورة، فأنا عايزة أعرف أصلا مين ليديا جديد. ليديا جديد ولدت بعائلة مسيحية، أنا خاطي اتغسلت بدم يسوع والرب غيرني وأنعم علي بهي الخدمة، أعطاني موهبة حطيتها بين إيدي هو عم بيستثمرها، وكان عندي دعوة على حياتي من أنا وصغيرة إنه أخدمه. هدفي بالحياة إنه أجيب نفوس للمسيح، هدفي بالحياة إنه يتمجد اسم المسيح في حياتي، وهدفي في الحياة كمان إنه أعيش بأماني للرب يسوع. مرات بنجح مرات ما بنجح، مرات بحس إنه لازم بعد أكتر إنه أقعد عند إيران يسوع، ومرات بحس إنه أنا مملوءة بحضوره، بس أنا عايشة في محضر الرب. يعني محضر الرب هيدا مش شيء أنا بدخل وبفوت وبطلع فيه، هيدا محضر الرب أنا قائمة فيه لأنه الرب عايش في حياتي، فأنا في محضره على طول وعيونه 24 ساعة علي، ولا لحظة ولا تكفي تغيب، لا ينعس حافظت ولا ينام. فالإيديا هي بنت يسوع بأحضان يسوع بكل وقت. مرات بدي خبيط، مرات الرب مرات لما هيك بحس انه كسلت شوي روحيا او مش عم باخذ وقتي مع الرب مثل ما لازم، بحس هيك بعدت، او مش بعدت بعدت، لا انا على طول في مهد الرب، بس بحس انه مش عم بعمل الشغل اللي لازم اعمله. فبقول له رب بليز، يعني رجع جدد فيي هيدا الشوق، جدد فيي هيدي المحبه، واستخدمني، ما تسمحش انه يكون الخدمه عادي تعودتها، لكن هيدا يكون في شوق بحياتي على طول صادق انه انا هدفي انت تستخدمني بكل يوم في حياتي. ربنا يباركك. خدمة التسبيح اللي ربنا حطها عليك انك تكون دي الدعوة بتاعتك، بحسها نوع من انواع الكرازة بالمسيح، وبتكون ليها تأثير كبير بشكل كبير خالص. فعايز اعرف منك الخدمة اللي انت بتسعي فيها، يعني فين يعني بتبتديها ابتديتيها ومنين؟ هو انا عمري 8 سنوات كان في دعوة على حياتي، انا الحقيقة ما ابتديت الشيء. حسيت انه الرب بده يستخدمني من انا وصغيري، اول ما عرفت الرب يسوع صار عندي غيري انه اصحابي كلهم يعرفوا، عائلتي كلها تعرف. انا جبتني للرب اختي الكبيره اللي اكبر مني، يعني مش الكبيره الكبيره بس اختي اللي اكبر مني، فكان عندي شوق انه صحباتي بالمدرسه يعرفوا يسوع، قرايبي يعرفوا يسوع. فدايما دايما الاول شغله كان دايما يطلع على فكري لما حدا اسمع حدا مات، قول يا ترى بيعرف يسوع مخلص لحياته او لا. فاجتهد دايما لما نقابل الناس انه خبرهم عن يسوع، وانه يسمعوا انه في خلاص وفي تاكيد للخلاص، ونوبدي ولا واحد لازم يروح على جهنم. فكان على طول على قلبي وعلى فكري انه وصل هاي الرساله للناس. من انا عمري 8 سنين الرب حاطط هاي الخدمه، بس انا ما كنت عارفه كيف بدي اخدم الرب. يعني انا كنت عارفه انه في دعوه على حياتي، بس ما كنت اعرف شو وين وكيف. يعني انا عمري ما سعيت كون مرنمه، يعني ما بعرف كيف طلعت مرنمه اصلا، لانه كل عائلتي بيرنموا وكل عائلتي بيعزفوا. انتوا العيله احنا عائله موسيقيه وكلهم مؤمنين بخدمه، مش كلهم مؤمنين بس انه معظمهم يعني بيعزفوا بيرنموا، يو نو لايك. مش انا الوحيد، يعني انا اصغر وحده بالبنات، عندي خي اصغر مني، بس اخوتي الكبار كلهم بيدقوا بيرنموا بيعزفوا. ف لاي انا الرب هيك اختارني بوقت من الاوقات، من بعد ما خلصت جامعه حسيت انه الرب عم بيقول لي اختي اكشلي قالت لي ليكي طالبين هون، انا كنت حابه اخدم الرب وعارفه اختي انه بحب اخدم الرب، قالت لي طالبين حدا يساعدهم بالارساليه بفرنسا، فقدمت واخذوني. وقتها قلت انا شو بدي اعمل، مش تبعي، فقلت انا شو بدي اعمل، شو بدي اعمل انا بالارساليه، يعني بعلم مدارس احد وبرنم، بس يعني شو بدي ارنم كل النهار، هدول اذاعه محطه اذاعيه. فبعدين الرب قال لي بهي نفس الليله انا عم بسال يا رب شو بقول لهم شو انا بعمل، يعني ما درست احد، مش رح اروح اعلم مدارس احد، انا هنيك هذه اذاعه ومحطه اذاعيه اسمه راديو سكول اوف ذا بايبل. فالرب هذيك الليله بعث لي شيء انا عم بقرا بقراءتي الليليه، بقراءتي اليوميه بالليل قبل ما انام، كنت عم اقضي وقت مع الرب،
قال لي إنه الله God does not need your abilities, God needs your availability. إنه أنت تكوني متاحة له إنه هو يستخدمك, هو بي هو بي يعني هو هو اللي equip you, هو اللي بيمكنك إنه أنت تقدر تخدمي. فانبسطت كتير ورحت وخدمته, كان من أحسن سنوات حياتي. أنا خدمت بهدول السنتين بالإذاعة هاي. وبعدين هني هوني قالوا لي سمعنا إنه عائلتكم بيرنموا, هيك أنت بترنمي؟ قلت لهم قالوا لي شو بترنمي؟ قلت لهم أعطوني جيتار برنمي. أعطوني جيتار, سجلوا لي شريط. وقتها كان بدهم يجيبوا بيانو للإذاعة, فباعوا هيدا الشريط وجابوا بحقه بتمنه بيانو. من وقتها صار الرب يخليني من وقتها صار الرب ياخذني من محل لمحل, لدرجة إنه بطل عندي وقت أعمل شيء تاني. إنه صار يجيني دعوات كتير لوقت إنه بطلت عندي وقت أعمل شيء تاني. صار كله خدمة تريم, عرفت إنه الرب عم يدعيني لهيك. بتسافري بلاد, يعني البلاد اللي أنت بتخدمي فيها فين؟ يعني هلأ أنا هوني بمصر, شهر الجاي بأستراليا, شهر اللي بعده بالبرازيل, بخدم بأمريكا, الشهر الماضي كنت بكندا, أنا عايشة بأمريكا. حسب يعني مين بيدعيني بروح, لما الرب بيفتح لي باب بروح, بس أنا ما بدق أبواب. يعني أنا ما بروح بقولهم أنا هون بالبلد استخدموني. يعني أنا جيت على مصر ما بيجي بقولهم مثلا الكنيسة الفلانية بتحبوا إيش يزوركم, بتحبوا إنه إيش يرامي عندكم, ما بقول لها هيك أبدا. والناس بيقولوا ليش ما قلتي لنا إنه أنت هون, كان مفروض نحنا بنحب إنه تيجي لعنا على الكنيسة. أنا ما بقول لحدا أنا وين. never knock doors, ما بدق أبواب ولا بفتح مجالات لنفسي. دايما الرب اللي لازم يكون هو اللي فاتح الباب. لو الكنيسة الأرثوذكسية طلبت من بلاد جديد تيجي انها تخدم معاها, انا ما عندي مانع ابدا اذا بيقبلوني مثل ما انا. انا تعليمي كتابي و طبعًا. ما فيش مره خدت تجربه ان انت خدمتي؟ طبعا انا عندي خدمه بالكنيسه الاورثوذكس بكره. كنيسه مريم ام المخلص, مش عارفه شو ام المخلص, شو برايسك؟ يمكن كاثوليكيه, اقباط كاثوليكيه, يمكن مش عارفه. بتختاري الترانيم بناء على يعني في وقت كده طلعت فكره ان الترنيم حسب الطائفه وهي بتقدم معتقد؟ لا لا لا, انا ما بقدم ابدا. انا الطوائف ما بعتبرها بنكله, بيعاش بقرش. كل الطوائف كلها 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 جاي من كعب جهنم. انا بنرفز بس حدا يقول لي طائفي او دين. الاديان والطوائف من كعب جهنم وصنع ابليس مليون بالميه. الله بريء منهم كلهم, الله ما عنده. تعرفي نحن عم نخسر بلادنا للدين الثاني لانه اشتغلنا بالطوائف واشتغلنا بقلة العقل. هيدا خايف يخسر ناس من عنده, وهيدا خايف الناس اللي عنده يروحوا لهونيك فيشدد عليهم وما تروحوا لعند هوديك, وهوديك ذئاب خاطفه. علم كتابك وطعم الشعب اللي شبعان عندك ما راح يروح ياكل عند غيرك. اذا انت عم بتقدم طعام يستفيد فيه الناس, ما حدا راح يروح ياكل بمطعم ثاني. فإذا الكنيسة كتابية وهو مش عايش بالجسد ومش خايف على مركزه وعم بيقدم كلمة الرب, كلمة الرب لوحدة بتجذف. شو في كنيسة أبونا مكاري؟ أبونا مكاري بيروحش على الشوارع بيدعي الناس, بس كنيسته ما في محل تحط رجلك فيها. ليه؟ لأنه الشخص قاعد بيصوم وبيصلي, مش خايف على مركزه ومش خايف على اسمه ومش خايف على كنيسته ما حدا يجي لعنده, وما في عنده محل أصلا يقعد. بس عمره ما اشتغل يروح يلم ناس ويقول له ما تروحوا عند فلان وما تروحوا عند علان. بيحترم الكل وبيحب الكل, انسان قديس, عمره ما بيحكي طائفي وعمره ما بيحكي دين, بيحكي المسيح. شوفي ابونا سمعان 25,000 واحد, ليش هدول الكنائس محاربين وابليس ضدهم؟ لهيك, لانهم بيعلنوا الحق. فانا لما بدي اشي شدد على طائفي, انا معناته عم شدد مش على المسيح. المسيح بريء من كل الطوائف. لم آتي, الله ما أجاش تأسس أديان الطوائف, قال جئت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. هذا متاح للمسلم, متاح للمسيحي, متاح للأرثوذكسي, متاح للكاثوليكي, متاح للإنجيلي, متاح للعبودي. من قبل ما أجي لهون بأسبوع, أكشلي قبل ما أجي بيومين كنت راح عند الحلاق بدي زبط شعراتي, ما لقيتها شونيكي. فقلت أنا في وحدة صاحبتي عندها بوتيك, صاحبتي تعرفت عليها هونيك, هندية جوزة أمريكاني, فعندها بوتيك بتبيع ثياب بس غالي كتير, ما بقدر اشتري من عندها شيء, بس بروح بسحبها بحكي عن المسيح. فرحت مرتين ثلاثة حكيت عن المسيح, سأبت امها هونيك قالت لي لك الماما جاي من الهند جديد ودبرست, وماما هندو هندوسية, ممكن تكلميها عن يسوع بلكي هيك تطلع من الدبرشن تبعها.
بتعرفي مثل كأنه الله محضر لي اياها. قلت انا اجت والله جابها، ممكن تحكيها؟ لك معلوم ممكن. جيت سلمت عليها وعبطت وبستها هيك وحكيت معها وقلت لها يسوع بموت فيك بموت فيك. قلت لي بس انا هندسية. قلت لها الله اخر همه شو انت، الله بحبك انت، ما دخلوا بدينك. يسوع بحبك بموت فيك، وهو مات فعلا من اجلك. انت عارفه ان يسوع مات من شاني ومن شانك حتى احنا نروح على جهنم؟ عاد صرت تبكي. وبعدين قلت لها، قلت لها تعي تقول لي شو عمل يسوع. يسي الله روح، وانا وانت ما فينا نشوف الله ونعيش، فعشان الله يقدر يتكلم معنا كان لازم ينزل بشكل انسان مثلي ومثلك حتى يقدر يحكي معنا، بس بدون خطيه. هو ما فيش خطيه، نحن فينا كثير خطيه، لحتى هو يقدر يكون الذبيحة اللي يقدمها لله حتى نحن نخلص من خطيتنا كان هو لازم يكون الذبيحة. بتصدق انه هو مات عني؟ لما الله قال له هدول رايحين كلهم على جهنم لانه هدول خطاط، قال له انا بموت عنهم، انا بروح بشتاز نار العدل الالهي عنهم، بشتاز نار العدل الالهي عني وعنك. اذا بتقبلي بقلبك تقول له يا يسوع انا بجي لعندك غسل خطاياي بدمك وادخل لحياتي، انا بدي اعيش لألك. يسوع بخلصك بدقيقة وبس تموتي بتكوني عنده. قعدت تبكي، قالت لي انا بدي صلي اطلب يسوع. صلت وطلبت يسوع، قالت لي بدي بايبل هندي مكتوب بالهندي يعني. عملت لها اوردر للبايبل تبع الهندي ان شاء الله يكون وصل. فالله مش تبع طوائف، في ناس جيعاني مسلمين، في ناس كاثوليك، في ناس انجيليه، في ناس ارثوذكس، في ناس، ما حدا بيولد مخلص، ما حدا بيولد مسيحي. يصير الاديان بتقول لك انا كل عمري مسيحيه، أنا ولدت بالعائلة المسيحية وأنا كل عمري مسيحية. There is no such thing. ما فيش واحد كل عمره مسيحي. في شخص قرر يتبع المسيح. أنا كان عمري 5 سنين صليت وطلبت الرب يسوع يدخل لقلبي، ساعتها صرت ملك المسيح. بس مش كل واحد ولد بعائلة مسيحية معناته صار مسيحي، مش أوتوماتيك. المسيحية مش وراثي، مش ديانة تراثية. ديانة ممكن تراثية، بس الحياة الأبدية لا. حياة الأبدية مش وراثة، حياة الأبدية بتاخديها لما يسوع يدخل القلب ويسكن الحياة. هيدي متاحة للكل، عشان هيك أنا بخدم بالجامعة إذا قالوا لي. عايزة رسالة منك لكل مسيحي بدون طوائف، يعني مش بتكون رسالة طوائف، للتوحيد على الأقل بلادي جديد، إنها تقول إيه لكل المسيحيين بكل الكنائس المسيحية اللي موجودة هنا في مصر. أنا على قلبي إنه نرجع للقواعد الأساسية بالكتاب المقدس، نرجع للكلمة، للكتاب المقدس. نحن دخلت بيناتنا كتب كتير تاني غير الكتاب المقدس، ما فيش ولا كتاب تاني بيقول عنه الله هذا كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم والتقويم للتقوى، ما فيش ولا كتاب تاني، بس كلمة الرب الكتاب المقدس. فأنا لما بدي أقرأ أي كتاب تاني بقابله مع الكتاب المقدس، إذا كان موافق مع تعليم الكتاب المقدس أمين بقرأ بستفيد منه، بس إذا مش موافق مع الكتاب المقدس I don't care مين كتبه، شو مركزه الديني اللي كتبه I don't care، برميه من الشباك وأنا مرتاح الضمير. ليه؟ لأنه الله قال الكلمة الأخيرة، مش الإنسان ولا البوزيشن ولا المراكز الدينية اللي قال الكلمة الأخيرة، اللي قاله الكلمة الأخيرة المسيح والكتاب المقدس. فأنا بقدم كلمة يا إنسان، مين ما كنت، مسيحي، إنجيلي، أرثوذكسي، كاثوليكي، هندوسي، شو ما كان نوعك، الكتاب المقدس فيه حياة، كلمة الله فيها حياة، تعطي الحياة، اللي بيقراها بتغيره. مشان هيك إبليس بحاربنا. هلا اقري أي جريدة، اقري أي كتاب، ما بتتحارب، بتقريها وأنت مركزة. تعي اقري الكتاب المقدس وجرب يصلي، بتلاقي حالك فكرك شت والتليفونات بلشت تدق وانشغلتي ودغري بدك تقومي وتعجلي. ليه؟ لأنه إبليس ما بده إياك تنفتح بصيرتك وتشوف الحياة الأبدية. فأنا بقول لكل العالم خلونا نتنازل عن هالخزعبلات هيدي اللي ضحكنا فيها على العالم، ونقول لهم أنتم من الطائفة الفلانية وأنا من الطائفة الفلانية وهدول بيكرهوا هدول وهدول بيكرهوا هدول، وضيعنا الله، ضيعنا الكتاب المقدس، وضيعنا العالم، والعالم نزلت على جهنم على الكراسي تبع الكنيسة، نزلت على جهنم كرمال شو؟ كرمال الكبار يتخانقوا على المراكز ويتخانقوا مين عنده ناس أكتر ومين عنده يعد روس أكتر. نحن بدنا نقدم حساب عنهم كلهم هيدول. أنا بنصح العالم بلش يقري كلمة الرب، تتبعش ولا دين وتتبعش ولا طائفة، واللي بيقلك ما تروح لهونيك وما تروح لهونيك ما تروح لعنده. ليه؟ لأنه أنت بتقرأ الكتاب المقدس، والمحل اللي بيريحك عليه الرب. إذا بتشوف تعليم كتابي، أنا بنصح كل واحد يدرس الكتاب المقدس ويشوف شو عم بيتقدم له على المنبر، هل هو كلمة الله فعلا ولا مغشوشة؟
ولا فيها ما فيها شوية من كلمة الله وفيها شوية من كلام البشر؟ يسي بولس الرسول كتب 3/4 العهد الجديد لما كان يوعظ لأهل بيرية، منطقة اسمها بيرية، قول أنا بيعجبوني أهل بيرية لأنه كل ما روح وعظ عندهم بفتشوا الكتب وبيشوفوا هل الكلام الذي أكلمهم به هكذا عم بيعدلوا عن بولس الرسول. هو كاتب 3/4 الكتاب الإنجيل، 3/4 الرسائل بالكتاب المقدس بالعهد الجديد، بس كان مبسوط فيهم. ما كان يعتبر انه ولو انا بولس الرسول كاتب لكم 3/4 الانجيل يعني بتروحوا بتشوفوا اذا انا عم بقول لكم غلط، انتم لازم تسمعوا كلامي ولازم تشربوه مثل المي وممنوع تروحوا تعدلوا على. انا مره اجى واحد رجل دين لعنا على البيت تيزورنا، مسح الارض كرامته لامي لي حاطه الكتاب المقدس على الطاوله، ممنوع انتم تقروا الكتاب المقدس هيدا مدام، هيدا نحن بنقرا لكم اياه ونحن بنفسر لكم اياه. قالت له بس يا عمي انا بدي اولادي يطلعوا يقروا الكتاب المقدس، انا بدي اولادي ينمو على كلمه الرب. لا ما عاد زهرنا ابدا. هيدولي انا بعده تخلف ديني، هيدا تخلف عقلي تخلف ديني. الانسان هو مسؤول عن نفسه. انا لما بدي اوقف قدام الرب ما راح يقول لي ما راح اقدر اقول له ولا الاسيس الفلاني علمني كذا ولا الابونا الفلاني قال لي كذا ولا انا تعلمت المدرسه الفلانيه وانا كنت بالكنيسه الفلانيه وهذه كنيسه كانت معروفه وكانت مشهوره والعالم كتير فيها، بس ما حدا قالنا هل اللي عم تقلنا اياه. ممكن عندك الكتاب المقدس كنت تقدر تقرا وتكتب. انت مسؤول عن نفسك. كل انسان كل انسان ولد بهاي الحياه بيقرا وبيكتب وعقله كامل مسؤول عن حياته وعن قراراته ومسؤول عن اخرته. يعني انا عرفت الحق الالهي وعرفت الحق الكتابي، قبلته، سلمت حياتي للرب يسوع وقررت انه اعيش للرب يسوع وما ندمت ولا يوم ولا بعطي حياتي ولا لانسان تاني ولا لاله تاني الا الرب يسوع بس، لانه هو مخلصي هو حبيبي هو الهي وهو سيدي وهو اللي حملني على كفين وهو اللي حاميني ليل ونهار لا ينعس حافظي ولا ينام. انا بقول انتم الذين بقوه الله محروسون. مين بدي يروح؟ عن مين بدي يروح؟ مين بيعطيني هيك؟ مين مستعد يحبني بعبلي ومثل ما أنا من راسي لكعب رجلي؟ مين بيقدر يحبني؟ مين بيقدر يقبلني من غير ما يديني؟ مين إله قدوس ما في ولا خطية بيقبلني أنا اللي مليانة خطية من راسي لكعب رجلي؟ مين؟ وبيغفر لي وبينظفني وبيقدسني وبيكرسني وبيستخدمني وبيشرفني بخدمة مثل هيك؟ مين؟ مين بدي يروح؟ عن مين؟ عند أي رسول؟ عند أي قديس؟ عند أي مين مكان؟ عن مين بدي روح؟ كل ياتهم بكب صف والرب يسوع الإله القدس بصف. هيدولي كل ياتهم بيطلعوا يسوع وبيمجدوا اسمه، كلهم رح يقعوا عند إجرائه يوم القيامة ورح يعترفوا انه هو رب. يس. خدمتك بتكون في بلاد تانية غير مصر؟ انا عايش بأمريكا بخدم كتير بأمريكا، بخدم بكندا، بخدم بالبلاد العربية لما بيكون في دعوات. أنا بيجي على مصر مرتين السنة، إجيت 3 مرات حسب يكون عندي دعوات. يعني مرات بيجي مرتين، مرات بيجي 3، مرات بيجي 4، مرات بروح على الأردن، مرات لبنان مش كتير بروح عليه لأنه لبنان مش كتير الحياة الروحية مش هالقد ناضجة. هلأ عم ببلشوا مع اللاجئين السوريين وهيك عنده الخدمة كتير حلوة سهلة، بس إجمالا مصر أنهى بلد عربية. وأنتوا 90 مليون شخص، الله يبارككم ويزيدكم. نحن كلنا حسب اختلاف، نحن كلنا مليون يعني ونص يعني، بس هلأ صاروا 4 ملايين مع اللاجئين وكله مع الغرب 5 ملايين. بس إنه إجمالا وين بيدعوني بروح؟ بروح فلسطين. لما بتيجي تعملي لنا الله مصر أكتر بلد بالعالم بحب أخدم فيه مصر، لأنه أول شيء بمصر بحس باخد وبعطي. يعني كيف؟ يعني فوت على الاجتماع أول شيء أحسن خدام موجودين بالشرق الأوسط من مصر، وهيدي كلمة بقولها على الملا. يعني خدام مصر فظيعين، بيدرسوا الكلمة، اجتماعات. يعني بس إجي على مصر كل يوم كل يوم كل يوم في أحضر نهضة، كل يوم كل يوم إذا بدي بحضر اجتماع صلاة، كل يوم كل يوم إذا بدي بحضر اجتماع عبادة، ولأنه على طول اجتماعات فهذا الشيء بيشجع روحيا. هونيك أنا من الأحد للأحد، عرفت؟ مع أني أنا ما بتكل على الكنيسة تنميني أو بتكل على الكنيسة تأنمى روحياً، لا، نمو الروحي بصير بعلاقتي الشخصية كل يوم مع الرب. بقعد أنا معه الصبح، بقعد معه عشية، بقعد معه إذا كنت قاعدة الظهر مرات بقعد معه، بس الصبح وعشية لازم أقعد معه. ما بيصير بالكنيسة، الكنيسة بروح تقعطي مش تأخذ بس. فأنا بروح على الكنيسة مش حتى بشوف شو بقدر أخذ، أنا بروح على الكنيسة شوف شو بقدر أنا أقدم.
بس بالبيت بقى بيني وبين الرب اتشارج ماي باتريز بتاعتي مثل ما بيقولوا واحد بيع بيشحن البطاريه وبعدين بيروح بيشتغل فعرفي لما تشحني البطاريه طبعا هدول فيك تستعمليه كل النهار انا الصبح بقوم بشحن البطاريات بستعملهم كل النهار بالليل بحطهم على التشارجر وبدرس كلمه الرب ثاني يوم الصبح كمان وبقوم بشتغل نصيحتك ايه للخدام بتاعت الكنيسه نصيحتك للخدام بتاعت الكنيسه عشان هم مسؤولين عن الشباب يعني اكتر حاجه بتاثر برضو في الشباب الترنيم والتسبيح بنلاقي الشباب اصلا كله مقبل عليه بس وبيكون مسؤول عنهم الخدام المشكله انه ما هلا صار في كتير ناس بحبوا التسبيح والترنيم وهذا شيء كويس كتير وكل انسان كل انسان مؤمن لازم يكون مسبح وكل انسان مؤمن لازم يكون لازم يسبح الرب ويرنم مش كل انسان مؤمن راح يكون عم بيقود تسبيح ومش كل انسان مؤمن راح يكون يطلع بيرنم سولوز وراح يكون قائد للتسبيح في الله اختار ناس يعني في ناس بترنم احسن مني بس ما بيطلعوا بقودوا لا مش هي خدمتها الله اعطاهم خدمه ثانيه بيخدموا فيها بس الخدمات الظاهره دائما بتشد النظر عن يسوع يعني بمعنى ثاني اذا انا ما كنت منتبهه بخدمتي الظاهره اللي طالعه على المنبر ولانك تسمعي كومبلمنتس كثير اذا ما كنت منتبهه وعايشه عند قدام يسوع عارفه انا مين بيسوع وعارفه انا يعني مين دعاني ممكن انه شوف بصير شايفة حالي انه انا صوتي كويس ومعد اتحكى ويعني وبصير ارض الشدة من حدا قدي وبصير مفكرة حالي شيء لا لانه خدمي ظاهرة والناس بتمدحك وشو اسمه بس اللي بيقعد عند قدام يسوع كلام الاطراء والمديح ببطل يعني له شيء ما بتعرفي مثل الواحد عنده البادز تبع التيست ما بقى ما بقاش يلتز بالتيست ما فيش طعم بتمه بياكل مالح بياكل حلو ما فيش طعم انا بالنسبه لي المديح بشكر الرب لتشجيع العالم وبحب العالم لكن ان اجى او ما اجى لانه في ناس رح تمدحك في ناس رح تحطك فاذا كل ما واحد عليك بتعلي وكل ما واحد نزلك بتنزلي هي كارثه عارفه انه بدك تعيشي انت على اعصابك هيك لكن انا عم بشتغل مش للناس انا عم بشتغل وهدفي بالاخر الجعالي اللي الرب رح يعطيني اياه الاكليل بالسما مش هون والمدح الحقيقي مش اللي تبع الناس هذا الناس بيسمعوا بدينتهم بس الله بيشوف بقلبه مش بس بيسمع بدينته الله بيشوف الروح اللي انت عم ترنمي فيها بيشوف فكرك وين انت عم ترنمي بيشوف انت بتعني الكلمات انت عم ترنمي او لا الله فاحص القلوب ووازن الخدمة فالمديح الحقيقي لما نقعد عند كرسي المسيح هلأ هيدا كله هش بس المديح الحقيقي اللي بدي إياه أنا واللي انتظروا نعما أيها العبد الصالح والأمين هو عند إجران يسوع هيدا عند كرسي المسيح بتصير هيدا المديح الحقيقي مديح اللي هون بيروحوا بيجي وما ما بيعني لي شيء بس اللي فوق هيدا اللي أنا عم بسعيه فأنا أنا بنصح كل خادم انه دايما 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 خلي انظاره على المسيح ما خليش انظاره على العالم ما خليش انظاره على المراكز لانه اكبر شغله يعني مخرب الكنائس ومخرب العالم ومخنقتهم ببعضهم فلان انا كان لازم اخذ هذا المركز وهو اخذه المراكز الاسم الشهره اسمنا مهم كتير بالنسبه لنا مش اسم الرب صار واحد بيعمل خدمه يعني بيعمر مملكه لنفسه انا بدي رنم بستخدم اسم الله علشان طلعه بترانيم تأظهر صوتي تأظهر مواهبي لحتى الناس تقول فلان أو فلانة فأنا عم بستخدم الله مش الله عم بيستخدمني وهي خطية لأن الله لا يعطي مجد لآخر فأنا أستخدم من الله هو اللي بيفتح لي الأبواب وهو اللي بيقول لي وين روح وين اجي وانا عم بخدم لإله لاسمه هو مش لاسمي انا مش لمملكتي انا مش حتى انا اطلع انا ولا فريقي انا يطلع هو التوب وكل الواحد تاني يلا مدعوسين الله ما بيبارك هيك هيدي مش خدمه هيدي مملكه انت عم تعمر مملكتك واضح قوي من طريقه الترانيم ان انت اخترتي يعني طريقه ترانيمك كان ابونا موسى كان الاخ مال فايز ترانيمك فكان بين متنوعه ما فيش فرق بين ال لا ما فيش فرق من جهة مين اللي رنم لأنه أبونا موسى شخص مليان بالروح القدس مهر فايز شخص مليان بالروح القدس ومشهود لهم هدول مشهود لهم أبونا مكاري شخص مليان بالروح القدس ومشهود له
يعني انا شو بيجيني شو بيجيبني لهدول؟ هدول بالنسبه لي ابطال ايمان وانا بحبهم كثير. الله هدول الناس. هدول الناس انا بشكر يسوع انهم وجدوا بكنيستنا، بشكر يسوع انهم وجدوا في العالم لحتى العالم يعني كنت بتتصوري لو ما في ترانيم مهر فايز ولا ترانيم ابونا مكاري ولا ابونا موسى بكتاب الترانيم تبعنا، شو بيكون في كتاب ترانيم ولا لولو سمير ولا هدول الناس الحلوين اللي بيكتبوا؟ لو هدول مش مكتوبين ترانيمهم بالكتاب مين بيكتب؟ في عنا واحد بالاردن بيجنن اسمه سهيل مدنات، هدول لو ما كتبوا وباركونا اللي كتب ترنيمة لست اعلم وما قد يكون في غدي وترانيم كتير تاني حلو مسطر عنه الوجوه. فهيدول لو ما كانوا موجودين بكنايسنا، سوري انا متأسفة، لو ما هيدول موجودين بكنايسنا نحنا شو كنا بنعمل بلاد. احنا كمان بنشكر ربنا عليكي انك معانا. ثانك يو، بشكر يسوع وشكرا على القعده دي وعلى وقتك. ثانك يو، ثانك يو لكم وعلى وقتكم. ليه المسيح قرب؟ مسيح قرب اكتر ما بتفكر، اكتر ما بتفكر. انت عارف مكتوب كتير كتير نبوات بالكتاب المقدس لليهود انه راح يتم، وكلها تقريبا تمت، تقريبا كلها تمت. الاختطاف ومجيء المسيح للكنيسة تيخطف الكنيسة مش مكتوب له نبوات، اذا هوديك تموا للمجيء الثاني. فكان بالحر الاختطاف صار قريب. اللي بيحصل في المنطقة مغزى ديني؟ طبعا طبعا طبعا. الله عم بيتكلم، الله عم بيتكلم، عم بيتكلم لكنيسته ولشعبه ولشعبه الاسمي. يعني بمعنى تاني الشعب يلي قاعد بالكنيس وبعد ما بيعرف يسوع مخلص شخصي لحياته، يلي أخذ طايفة دين، الله عم بيتكلم انه انا قربت اجي. عم بيهز الارض من تحت منا حتى نصحصح، لانه الكنيسة نايمة، لانه نحن مثل كأنه حدا نعطينا مخدر، عارف؟ لم نقرأ الكتاب وهاملينه. كم واحد بيقوم بيقعد مع الرب كل يوم الصبح وبيقرأ وبيقول له يا رب شو بدك مني اليوم؟ مش انا اجي اعطيه الليستة واقول له بدي اياك تعمل لي كذا وكذا 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 وكذا. انا اقعد قدامه واقول له يا رب شو بتحبني اليوم اعمل؟ كيف فيه يفرح قلبك اليوم؟ استخدمني يا رب، بدل ما اعطيه الليستة. وهو مبسوط بالليستة، صدقني مش عم يزمر الرب عن الليستة، ستيل بده الليستة، ستيل مستعد يعطينا. بس اول شيء اطلب ملكوته وبره وعيش بامانه مع المسيح حتى يقدر يستخدمني. هل شايفة اضرب الراعي تتبدد الرعية موجودة الآية دي تفسير في الكنائس؟ هيدي بفتكر هيدي موجود، هيدي نبوة من قبل، هيدي كانت نبوة انكتبت عن المسيح انه لما المسيح على الصليب التلاميذ تركوا. بفتكر انا هيك بفهمها يعني. بس الرعاة في منهم صحيين وفي منهم لا، بس انا حاسه انه في نهضه في العالم، يعني الكنيسه عم تتحرك هلا بلا. واللي عم بيحركنا الاضطهاد، بتعرف اعظم مدرسه هي مدرسه الاضطهاد والالم. لا، لانه نحن ما بنفهم الا بهي الطريقه. يعني انا لما بكون عايشه ومبسوطه ما بتذكر الله وبتذكرش حسنات الله، بس لما بتضايق ولما بمرض ولما بتضايق بس لما يعني بدي اركض بركض لعنده. مصلحه، نحن حياتنا مصلحه، نحن مستغل ربنا. بس انه انا وبفرح اقول له يا رب واو شو انت حلو، شوف انا شو فرحانة، شوف انا شو عندي، شوف كيف انت مباركني. بس لا، ننساه وبنعمل كل الوقت ارادتنا. لما نمرض يا رب كيف سمحت. تغيرات رؤساء الكنائس، تغيرت عندنا الكنيسة الأرثوذكسية البابا تادرس بعد البابا شنودة، تغيرت الكنيسة الغربية بالبابا بندكت، والكنيسة عندنا البروتستانت هنا يمكن كان حضرنا أندريا زكي أو القس أندريا زكي في التغيير. تغييرات رؤساء الكنائس مرتبطة بالوضع السياسي، وهل إيد ربنا ليه يد في هذا الموضوع؟ رؤيتك أنا أؤمن أنه يد الرب موجودة بكل شيء. أنا ما بعرف أنه الكنائس هدول إذا تغير الرؤساء أو ما تغير الرؤساء. أنا بعرف أنه كل رئيس بيطلع عليه مسؤولية عظيمة أمام الله رح يقدم حساب عنه، يعني إن كان من البابا لرئيس الطائفة الإنجيلية لرئيس البنديكت تبع الكاثوليك أو أي واحد عنده مركز وكان متاح له يوصل للشعب بالرسالة تبع الخلاص وما وصل، ما استخدم هذا المركز لهيدا الخلاص، واستخدم المركز لأنه يستخدمه للسياسي ويستخدمه لمقاربه الشخصية ولحتى يدافع عن كنيسته وطائفته، هذا رح يندين قدام الله، رح يندين دينوني عظيمة قدام الله. ليه؟ أنا لما بيكون عندي مسرح، أنا مثلا رئيس أو 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 رجل دين فظيع كبير وعندي ملايين الناس تسمع لي، هيدا أعظم مسرح له المسيح بخلص.
مش يقعد اشرح له عن كنيستي واشرح له عن طائفتي واشرح له عن شو بينفعوا هذول بخلصوا بيروحوا على بيبعتوه على 60 جهنم هذول ما بخلصوا حدا هذول اللي بيخلص دم يسوع اذا انا عندي مسرح وكبير وعندي ناس عم تسمع لي وملايين الناس عم تسمع لي هذه اكبر فرصه لإلي يجي يقول له يسوع بيموت فيك وبحبك بدك تخلص وتقبل يسوع مخلص شخص لحياتك احسن ما تروح على جهنم لانه في جهنم حقيقيه والسماء حقيقيه انا هيدا اللي بفهمه فانا متاكده انه الله له يد في كل شيء بيصير في العالم لانه اليد العظمى والكبرى هي لله وبالاخر هو الامر والناهي واللي بيقوله هو بده يصير والناس كلها بحركها هو بحركها لكن في له مقصد ليش طلع هيدا الرئيس الفلاني تبع الطائفه الفلانيه ليش طلع الله له مقصد لكن اللي لازم يتعظ فيه الانسان انه انا اذا الله حطني رئيس لهي الطائفه انا مسؤول عنها لهدول الجماعه كلها اللي عم تسمع لي هدول بدا هدول دمهم على يدي فلو رحت انا وما كرزت لهم بالبشاره والخلاص وقعدت صرت دافع عن طائفتي ورقع وخبي اشياء علشان بس خليهم عندي عشان يضل مركزي وعلشان هذا بده يقدم دينوني فظيعه على نفسه مين ما كان يكون اي دونت كير مين بس انا بعرف الله بحط ناس بمناصب لسبب ليش الله حطني هون وليش بهيدا الوقت انا عندي مسرح اتكلم عنه في كثير ناس بيتكلموا بالسياسي انا شغلي بالكنيسه خليني اتكلم عن يسوع ممكن انا يكون لي دور سياسي ايه ممكن بس الدور الاعظم لإلي مش سياسي الدور الاعظم لإلي اني اوصل لشعبي في المسيح والخلاص المسيح تفسير ليديا شديد لظاهره الالحاد اللي بتتزايد يوم بعد يوم حسب احصائيات علماء الاجتماع every time كل مره بتقدم اديان متضاربه وبتقول لهم هدول كلهم بيقولوا الله المسلم بيقول لك الله وبيقتل وبينكل وبيذبح وبش اسمه بيقول لك الله واسم ثاني الاسلام لك لا نحن بريئين من هدول مش الله الله مش هيك بيعمل لا نحن كويسين ونحن الناس بيقول لك لا نحن هدول نحن هيك الكتاب تبعنا هيك بيقول شو بيجي لك الكاثوليكي بيقول لك الأرثوذكسي غلط بيجي لك الأرثوذكسي بيقول لك الإنجيل غلط بيجي الإنجيل بيقول لك ثلاثة كل غلط فالعالم عم بيقدموا أديان 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 والعالم عم بيطلع يعني مين فيه الصح ضيعنا الناس ليش لأنه العالم مش صاحي إنه المسيح مش دين الله مش دين الله شخص بده علاقة معي بده شركة معي فمشان هيك العالم لما انطفرت من الأديان لقيت إنه العالم بيوعظوا شيء وبيعيشوا شيء بيطلع بيطرق لك خطبة بالجامع قتلوا نكلوا وعملوا كذا محل تاني بيقول لك لا لازم تكونوا منيح ولازم تكونوا كويسين خطيب بيقول لك يكونوا كويسين يكونوا منيح وخطيب بيقول لك نكل وقتلوا وتباحوا وشطر بشطارته بيقول لك هيدا في سكيزوفرينيا هون هيدا بقول كون منيح وهيدا بقول قتل مين منصدق أيام إنه الكتاب الصح أيام إنه الموحى به نيناتهم مش موحى به ليه لأنه الله مش بيندرس بكتب بس الله بيتكلم معه هو نزل مشي من السماء للأرض يتكلم معنا وعطانا كلمته عطانا كلمته فالعالم طلعت لقيت إنه الأديان كلها مش نافعة هيدا بيقول إنه الله بيعمل وبيعمل 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 ونطلع من إذا هيك الله ما بدي الله أحسن شيء وأريح راس بلاش الله بالخالص يعني مسلم بيقول لك الله طول وعمول وكره المسيحي بيقول لك أنا طبعا أنا عندي أصحاب مسيحية حلوين طيبين ما بدي أكرههم بعدين لا بدي أقتل يا عمي شو الله اللي بيشبعش دم هيدا ما بدي الله بقى خليني أروح بيجي المسيحي بيقول لك يا عمي أنا مين بدي أتبع كاثوليك بيقول لك كذا الأرثوذكس بيقول لك كذا الإنجيلي بيقول لك كذا أيام من الصح تعرف أريح شيء بلا يا الله أنا روح عيش على راسي وريح راسي شو بدي بالشغلة ما أنا مش عارف مين الحق كل واحد بيقول لي الحق وكلهم نهايتهم بيضحكوا ضحكة تقول بلاها ما بيكلف خاطره يقرأ الكتاب ويشوف وين الحق ستلاقى ضيق في العالم هل داعش هذا الضيق في هذا الزمان واحد من الضيقات بعد الضيق العظيم ما بش هدي مبتدأ الأوجاع هدي أنا بعده مبتدأ الأوجاع داعش يد من إبليس مليون بالمية أصبع إبليس ابتدى يشتغل أكتر لأنه عرف إبليس عارف إنه إياه مقصرت وعارف إنه المسيح جاي قريب ودينونته قربت كتير فانبرتع بالعالم بس المشكلة إنه الكنيسة تصحى
والكنيسة رح تتعذب، الكنيسة رح يكون في persecution على المؤمنين، رح يكون في persecution على المؤمنين. لا رح يضيق الخناق لأنه إبليس لقيم، إبليس ما بده الكنيسة، ما بده الناس تيجي للرب. قلوا شوفوا اللي بيجي للرب صعب حياته، فيها ضيق، فيها persecution، فيها خناق. شو بدك بالشغلة؟ عايش لك كم يوم وبستين، انت عايش لك كم يوم بعدين مين عارف شو رح يجي بكرة؟ مين عارف؟ هو في حدا مات واجه خبر؟ هيدا اللي بيقولوه الناس. بس الشخص الحكيم بيقرأ كلمة الرب وبيحكي مع الرب دايركت، مش بياخد مسلمات. المصيبة بدأ الأديان انه بيعطوا مسلمات. انا هيك خبروني، بيجي لك واحد بيقول لك انتوا كتابكم محرر، انتوا كفار لانه كتابكم محرر. فرجيني يا حبيبي وين محرر؟ ما بعرف وين محرر، بس انا هيك تعلمت. مسلمات يو بيجي لك واحد من الكنيسة بيقول لك انتوا غلط لانه بتعملوا كذا كذا. طيب وين بالكتاب المقدس بيقول انه غلط نعمل كذا؟ ما فيش. ما بعرف، انا احنا بس هيك احنا بنعرف، احنا كنيستنا بتقول انه انتوا غلط. هو تسلم مسلمات بس هو درس وبحث؟ لا، بس انا حياتي هي انا مسؤوله عنها، لا الكنيسه مسؤوله عنها ولا القسيس مسؤول عنها ولا الخوري مسؤول عنها، انا مسؤوله امام الرب عن حياتي. انا فتش الكتب، فتش الكتب، انا اللي لازم فتش نفسي. بيت ترنيم تختم لنا بيه ليدي الجديد حوارها مع وطني معك. بيت ترنيم؟ يس. في كتير ترانيم حلوة، بس بدي أقول للناس إنه أنا ما بعرف شو في بكرة، بس بعرف مين حامل بكرة. خلي عينك على المسيح. بدي أقول لهم ترنيمة أجهل ما سوف يأتي في الغد أو بعده، فالغد في علم ربي ليس خاف عنده، ليس همي ما يصير من أمور آتيات، همي أن أرضي ربي في حياتي والممات. لست أدري ما يكون من حياتي في الغد، أعلم شيئا يقينا ربي ممسك يدي. كثير جميل، شكرا لك. لا جميل، شكرا لكم، شكرا لوقتكم.